السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نجاوب مجموعة من الإخوان اللي كيسولوا على الدورة التكوينية أو الدورتين التكوينيتين اللي غادي نضمهم مرة أخرى مركز إسلي، مركز جزيرة العلوم واللغات والإعلاميات بمدينة تمار. إذا بعد النجاح الذي حققته الدورة الفائتة أو الدورة اللي دازت الأسبوع اللي فات، الحمد لله جاو ناس من مدن بعيدة، كانوا طلبة اللي جاو من وجدة، كانوا طلبة اللي جاو من الرشيدية، وأيضا من المدن المجاورة، الدار البيضاء، الصخيرات، جديدة، القنيطرة. إذا كان واحد التنوع في الحضور، وكان واحد التنوع أيضا في المواد الدراسية، لأن كانت الدورة عامة لعلوم التربية والديداكتيك العام. ومن بين هذا الحضور كانوا ناس اللي طلبوا أنها تدار دورة تكوينية في ديداكتيك التربية الإسلامية. إذا حضروا الناس ديال التربية الإسلامية بزاف، وحضروا الناس ديال الابتدائي بزاف، وطلبوا حتى هما دار دورة تكوينية في ديداكتيك التعليم الابتدائي او السلك الابتدائي. طبعا ما قدرتش انني نعطي واحد الوعد، لان بغيت حتى انا ندوز العطلة ديالي في عطلة ما بغيتش نخدم فيها، ثم لان كاين البعد، فاذا ما عطيتهمش الكلمة، ولكن المركز كان حريص باش انه يسجل الاسماء ديال الناس اللي عندهم رغبة. تسجلت تقريبا اكثر من 10 ديال المترشحين في كل من الدوره ديال ديداكتيك التربيه الاسلاميه، وايضا اكثر من 10 ديال المترشحين في ديداكتيك السلك الابتدائي. وبعد الحاح من المركز استجبت للنداء، وافقت باش انني ان شاء الله تعالى نرجع عندكم لمدينه تمارا. الواجب غادي يكون تقريبا بحال الواجب ديال الدوره اللي فات. المكان ماشي نفس المكان، اذا ما غاديش تكون في مركز القاهره او في المقر اللي كاين في شارع القاهره، انما غادي تكون في مركز اخر. غادي ترجعوا للاعلان تشوفوه، ان غادي يكون بغينا نشتغلوا في فضاءات تكون اكثر مريحه. الحمد لله كانت القاعه في الدوره اللي فاتت، مع ان العدد كان اكثر من المتوقع، ولكن القاعات كانت كبيره يعني مجهزه بالصوتيات، بالداتاشا، وبالشاشه، بالسبوره، بجميع التجهيزات اللي احتاجيناها. الحمد لله يعني المركز مؤهل. المركز فات قلت لكم بان عنده 3 ديال المقرات، اذا غادي نشتغلوا في مقر اخر. اذا في هذه الدورات غادي نشتغلوا في مقر من غير المقر اللي كاين في شارع القاهره. هذا الشيء اللي ممكن نقول لكم. ايضا مساله اخرى ما كنتش عارفها وتعرفت عليها لما مشيت للمركز وجلست مع المدير ديال المركز، وتعرفت منه بزاف ديال الحوايج، واستفدت منه شخصيا بزاف ديال الحوايج. كنوجه ليه تحيه خاصه وخالصه، ان الترخيص ديال هذا المركز هذا هو ترخيص ديال المركز للتكوين المهني. انا اطلعت على الرخصه واتحمل مسؤوليه ما اقول، تعطاه الترخيص ديال التكوين المهني فقط. هو فضل انه ما يسميهش مركز التكوين المهني، وسمها مركز ديال العلوم والاعلاميات واللغات، باش انه لانه غالبا كيشتغل في مجال الدعم، يعني ديال السوايع في اللغات، في الاعلاميات، في العلوم الفيزيائيه والعلوم الرياضيه. اذا هذا الشيء اللي كاين. كنتمنى انني جاوبت على الاسئله ديالكم. اللي باقي عنده شي تساؤل او استفسار ممكن يتواصل بالمركز. دائما رهن الاشاره، كاين جوج اخوات دائما في الاستقبال ديال المكالمات، يعني واحد الطاقم تربوي متميز، واحد النظام متميز، يعني اجهزه اللي تقريبا كامله كنحتاجوها متوفره. الفضاء غادي يعجبكم ان شاء الله تعالى، وايضا التكوين غادي يعجبكم. الارتسامات، سجلنا الارتسامات ديال الناس اللي شاركوا في الدوره اللي فاتت. الحمد لله الكل كان راضي على الدوره، بل حتى واحد ما سخى ان الدوره يعني تكمل. كملنا المحاور كامله اللي اتفقنا عليها، وزدنا في ذاك الوقت اللي درنا. والحمد لله الان عندنا جروب في الواتساب كنتواصلوا فيه، واللي عنده شي استفسار كنحاولوا نجاوبوا عليه. اذا هذا الشيء اللي كاين في بخصوص هذه الدورات. ارجو لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.